الإعلان عن قرب إنشاء منتجع سياحي يطل على بحيرة سد هوك لم يلاق استحسان سكان المنطقة الذين طالبوا في تجمع لهم حكومة إقليم كردستان بتعويضهم عن قيمة أراضيهم قبل المباشرة بالمشروع بشكل فعلي. أبدا ما نعارض على إنشاء مشروع سياحي في سد هوك، بالعكس إحنا نشجع هذا المشروع، بس إحنا نطالب قبل ما ينشؤون المشروع ينطون يعوضون أصحاب تلك الأراضي، شون يتصرفون بأراضينا بعدها مسجلة باسمنا ويجون ينشؤون المنشأة، لأن هذا طلبنا. أملاكنا أنا واحد منهم راح أقعد على قاعي وأمنعهم، لأن البحيرة أخذوها وكل شيء منطونة، يجدون يأخذوا حافظ البحيرة ممكن. أما محافظة هوك فتقر بحقوق أصحاب الأرض من دون التطرق لكيفية التخطيط لمشروع لا تعرف ملكية الأرض التي سيقام عليها، إلا أنها تكتفي باعتبارها أوامر صادرة من جهة عليا. إحنا نرحب باعتراض أي مواطن يعني يعترض على أي شيء تقوم به الدوائر الحكومية في محافظة هوك. عندنا إشكال بالأراضي، أراضي ملك الحكومة، ملك المواطنين، عندهم أراضي قراهم وإلى آخره، إحنا ما مضيعين أي حق. في حالة صدور أي أمر من السيد المحافظ أو إصدار أي أمر من مجلس الوزراء أو هيئة الاستثمار العامة ووصول الكتاب إلى مدير العام للبلديات في محافظة هوك، نحن نقوم بالواجب. وترى دائرة الاستثمار أن النزاعات الملكية تسببت بخسائر طائلة لإقليم كردستان، لا سيما مع تشبث المواطنين بأراضيهم لعدم وجود تعويضات ملائمة. بلغ حجم الاستثمار في محافظة هوك أكثر من 1,351,000,000 ليرة لحد الآن لهذه المدة 4 سنوات الماضية، إلى أن لولا كانت نزاعات الملكية والمعوقات التي واجهت الاستثمار وعدم تخصيص الأراضي كان هذه المبالغ أكثر بكثير منها. فعلى سبيل المثال أعطيك مثال، بأن معمل الأسمنت في محافظة هوك توجد هناك صخور لهذه المعمل، إلى أن نزاعات الملكية وعدم تخصيص الأراضي من قبل فرع وتشبك الناس بأراضيها أدى إلى انسحاب المستثمر من هذه المشروع الاستراتيجي. ويرى مراقبون أن مشكلة نزاعات الملكية العقارية لا تزال تشكل عائقا أمام المستثمر الأجنبي، خصوصا مع استمرار العمل بقوانين سابقة تنظم بيع وشراء أراضي الدولة لا تتضمن فقرات واضحة لبيع الأراضي للمستثمرين كونها صدرت في ظل أنظمة شمولية.